ابو القناصات بتوع محمد موسى وخيط الشاطئ عشان يقعد في القيس الرئاسة. بأمرت ايه محمد موسى يبقى القائد الاعلى للقوات المسلحة. انا خدمت الجيش وكنت مدفعية في سلاح مدفعية في سيناء. هو دخل الجيش؟ لا ده يمسك جمعية تعاونية يا جدع. الكلام ده تسجله على لساني، ماليش خايف. الموت علينا حق وعيالنا مش هتتعدم ومش هياخدوا احكام. اسألوا اكرم الشاعر النائب بتاع بورسعيد في احداث النادي المصري، هرب وجاب له شعب 7 مليون في التجمع الخامس. روحوا اسألوا اكرم الشاعر كارت الشاطئ جايب له شقه. قال له ما تتكلمش، من اللي قتل عيالنا عند السجن، من اللي قتل الصحفيين الجندي الحسين ابو ضيف والاتحاديه ومزبيره وهلوم جره. بقول لك عايز اقول كلمه لمحمد موسي. يا موسي غور غور، خربتها في 6 شهور. بورسعيد بتحلفك بدينك يا عم، سيب مصر وروح، احنا مش عايزينك يا جدع.